نجحها المخرج سعد هنداوي من تصوير 95% من مسلسل كلمة سر، واللي بتقوم ببطولته النجمة لطيفة والفنان هشام سليم. كاميرا عرب وود قدرت انها تدخل لوكيشن تصوير مسلسل كلمة سر اثناء تصوير الحلقات والمشاهد الاخيرة من المسلسل، وتقابل كمان عدد من صناعه ونجومه. في البداية قابلنا بطلة المسلسل الفنانة لطيفة اللي كشفت لنا عن سبب رجوعها للدراما مرة تانية بعد فترة غياب طويل عنها. كنت غايبة لاني ما لقيتش العمل اللي ممكن اشوف فيه نفسي، لكن كلمة سر الكاتب الكبير أحمد عبد الفتاح عرف يعني يحطني في إطار اللي أنا كنت دايما أحب أن أنا أكون فيه، اللي هي شخصية مختلفة تماما عن لطيفة الإنسانة أو الفنانة. أما دور لطيفة في المسلسل فهي شخصية رحمة زوجة الفنان هشام سليم، والباقي هنعرفه من لطيفة، وهنعرف كمان كواليس المسلسل كانت عاملة إيه. أنا واحدة ست متجوزة هشام سليم النجم العظيم الرائع، وحماها الفنان العظيم الأستاذ حسن يوسف، صديقتها الفنانة الكبيرة ريهام عبد الغفور، وصديقتها كمان الفنانة حبيبتي إيمي سالم، وصديقنا برضو الأستاذ أحمد صلاح حسني. فإحنا مجموعة كده ناس حقيقيين يعني عايشين في المجتمع، وحدوتة بقى من أولها لأخيرة مفاجآت. من أروع أيام حياتي أيام كواليس هذا المسلسل، بكل ما فيه من اختلافات، من حلاوة، من تعب، من إرهاق، من مطر، من حر، من ضحك، من عياط، من كله. مصادر خاصة لعرب وود كانت أكدت إن لطيفة هتقدم أغاني درامية في مسلسلها رمضان الجديد. حابه اتاكد اكتر، وسالنا لطيفه عن الموضوع ده. انا مش هغني ليبسينج، مش هغني غنى اغاني، لا، احنا دراما، فالدراما دي عايزه وظفنا الغنى من خلال السياق الدرامي اللي كاتبه الاستاذ احمد عبد الفتاح. يعني ما حبيتش ان انا اطلع مطربه او اطلع بغني، لا، من خلال الاغاني في رباعيات وفي اغاني من خلال السياق الدرامي. يعني ايه رايك انت نجيب حد تاني؟ اما بقى الفنان هشام سليم فكان قليل جدا في كلامه، ومرضاش يكشف كتير عن تفاصيل المسلسل او كمان عن دوره. هو مسلسل تشويقي اكتر من اي حاجه تانية، ساسبنس، في الغاز كتير قوي، ومتهيألي جديد على رمضان. هشام سليم بيقوم السنه دي في رمضان بالمشاركه في بطوله مسلسلين، وهم مسلسل كلمه سر وكمان مسلسل ليالي الحلميه الجزء السادس. واترددت انباء انه تعرض لحاله اغماء بسبب ارهاق شديد. الحمد لله مش اغماء، هو بس حصلت يوم اللي كان فيه حر جامد قوي ده، وحسيت مش اغماء لكن زي ما تقولي هبوط او تعب مفاجئ كده، ورحت المستشفى وعملنا تحاليل وحاجات كده، وقالوا لي لا ده اجهاد، يعني انت ما فيكش حاجه، كله كويس، بس لازم تريح اسبوع. قلت لهم بعد رمضان بقى ان شاء الله. اما الفنان احمد صلاح حسني فطلع بدور مختلف تماما عن ادوار الشر اللي عود الجمهور عليها. دوري دور شريف اللي هو صديق لهشام سليم ورحمه، يعني هشام ولطيفه اصلا، هي اسمها رحمه وادم، المفروض ان احنا صحاب، يعني في فرق سن بس يعني صحاب، الاخ الاكبر والاخ الاصغر بالمعنى ده، يعني بنحاول طول الوقت ان احنا نفهم بعض، مش فاهمين بعض خالص كاصحاب، يعني طول الوقت بحس ان هو مخبي عليا حاجه وانا مخبي عليه حاجه، وفي نفس الوقت علاقات طبعا تانية بيني وبين ريهام عبد الغفور، وبيني وبين ايمي، وبيني وبين لطيفه، فهتلاقي الموضوع كله متشابك يعني. ومن ناحيه تانية بيحاول المخرج سعد هنداوي الانتهاء تماما من تصوير مشاهد المسلسل قبل دخول رمضان اللي فضل عليه ايام قليله جدا. بنتمنى التوفيق لكل ابطال المسلسل، وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كمان كريم عليكم.